الاحتياجات المحلية للأدوية، بس هلا 70 معمل خارج الخدمة وما فيهم يعملوا شيء لأن المواد الأولية بنجيبها من عندكم وأنتم مانعين عنا. المنظمات الدولية مشكورة، عملت كثير حملات وقدمتها للشعب السوري، بس نحن بدنا العقوبات تنرفع عنا، بدنا مع دولتنا نأمن كل شيء أساسيات ومعكم بنستفد لشيء أكبر. رسالة بكل اللغات أطلقتها جمعية صبايا العطاء الخيرية التنموية على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون، بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق وحضور رسمي سوري. السبب الأول أنا بقول والرئيسي بعد الحرب مباشرة هو الحصار الاقتصادي من طرف واحد، عم يحاولوا يقتلوا الشعب بأطفاله بنسائه بشيوخه برجاله بكل ما يملك هذا الشعب، حتى إرادته عم يحاولوا يقتلوا له إياها ويكسروا له إياها، ولكن نقول الحمد لله اليوم تجاوزنا مرحلة كبيرة، ضحينا كثير، قدمنا كثير. النصر أن المبادرة بكل ما تحمل هالكلمة من معنى هي صحيحة، يوصل صوت الأطفال والناس والصبايا والشباب والجيل هذا اللي اليوم عاش سنين حرب، اللي ولد عمره سنة صار عمره 6 والستة صار 12 و12 صار 18، خليهم يعرفوا تماما اليوم شو عم يحاولوا يدمروا في سوريا أو شو دمروا بسوريا. اليوم عم نشوف أحد الفعاليات يلي القطاع الأهلي عم يحاول أنه يقوم فيها لحتى يعبر عن دور الشباب الواعي يلي عم يحاول يوصل صوت سوريا للمجتمع الدولي، يورجيهم بأنه العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا عم تطال حقوق الطفل السوري، عم تطال القطاع الصحة يلي هو من أهم القطاعات يلي ممكن أنه بتسخير الجهد فيها الطفل السوري يكون على صحة ونماء ليقدر يكون هو لبنة بناء المجتمع. هلأ نحن جمعية صبايا العطاء التنموية الخيرية، نحن نظمنا هيدا الحفل أو بالأحرى الفعالية لحتى نوصل صوتنا للخارج. نحن داعيين اليوم سفراء ومنظمات دولية وزرائنا لحتى يقدروا يوصلوا مطلبنا. من زمان من قبل الأزمة كان الدواء والتعليم ما حدا يأكل همه، وهيدي أبسط الحقوق، يعني هيدا الولد هو أبسط حقوقه أنه يكون إذا مرض يطيب وإذا ولازم يتعلم لحتى يصير. فالفكرة أنه اللي صار أني ما بقى عاد نقدر نشوف نقص وما نعرف من شو. وقت درسنا شوي الموضوع شفنا أنه الموضوع خاصه بموضوع العقوبات الاقتصادية. تأمين الاحتياجات الإنسانية وخاصة الأدوية النوعية لمرضى أطفال السرطان والتجهيزات الطبية اللازمة لمشافي الأطفال في سوريا هي الرسالة التي نقلتها حملة نحن وطن من خلال الأغاني التي قدمت والفيلم القصير الذي عرض في الحفل. صوتك مع صوتي محايا بيمحي توقيع واختام، منعت شعبي من الاحلام ومنعونا نكفي الحكايه. الحملة التي بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي متطوعين من مختلف البلدان وتتجه إلى روسيا وألمانيا وأمريكا وتركيا والسويد كانت بدايتها من دمشق وتستمر لتصل للدول السابقة ليبقى الصوت السوري مدافعاً عن بلاده. بحرب الكبار شو ذنب الطفولة؟ رسالة سورية يوجهها اليوم صبايا العطاء من دار الأسد للثقافة والفنون من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. للإخبارية السورية من دمشق سلمى عادل.